السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي حبيباتي، طالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. وكما تعودنا حبيباتي قبل بداية الدرس، ينبغي علينا أولا أن نتعرف على القيمة الشهرية لهذا الشهر والابتكار، والقيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع وهي الصدق. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان سورة التين الجزء الأول، وهذه السورة حبيباتي حفظ. وقبل أن نتعرف حبيباتي على تلاوة سورة التين، ينبغي علينا أولا أن نتعرف على آداب تلاوة القرآن الكريم. فمن آداب التلاوة حبيباتي، وقد درسناها في الدروس الماضية، ما هي آداب التلاوة؟ أحسنتم حبيباتي، الطهارة والوضوء، ثانيا الاستعاذة، ومعنى الاستعاذة هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة، ومعنى البسملة هو قول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ترتيل القرآن الكريم، ثم التأني وعدم العجلة، ثم الالتزام والخشوع وحسن الجلوس. أحسنتم حبيباتي. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على عناصر الدرس. أولا أن تتلو الآيات الكريمة تلاوة سليمة، ثانيا أن تبين معاني المفردات الصعبة الواردة في الآيات الكريمة، ثالثاً أن تحفظ الآيات الكريمة. والآن حبيباتي ننتقل إلى الهدف الأول، وهو أن تتلو الطالبة الآيات تلاوة سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والآن حبيباتي، بعد أن استمعنا إلى تلاوة الآيات من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 4، ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن تبين الطالبة معاني المفردات الصعبة الواردة في الآيات الكريمة. طور سينين هو جبل الطور في سيناء بمصر، المقصود بالبلد الأمين أي مكة المكرمة. أحسن تقويم أي أحسن. والمطلوب حبيباتي من كل طالبة أن تقوم بحفظ السورة حفظاً متقناً.